نشكر برشا رئاسة الحكومة على اللي اليوم استضافونا. أنا هاجر محمدي أستاذة أعلامية وزميلتي السيدة ياسمين السكلي، وكرمونا على تحصلنا على جائزة 100 أفضل معلم في العالم Global Teacher Award. نشكر زيادة السيد فتحي السلاوتي وزير التربية اللي قام بتكريمنا قبل ذلك، واليوم زيادة كان معنا حاضر لدى رئاسة الحكومة، وشجعونا على الإبداع. والإهداء هذايا نهديه لكافة المربين، على خاطر هو تتويج مش كان لشخصي وإنما للأسرة التربوية التعليمية في تونس. ونكرر شكري لرئاسة الحكومة، وإن شاء الله يا ربي مستوى التعليم في تونس ينهض يعني في السنوات القادمة ونشوفه أكثر إبداع. أنا ياسمين السكلي، متوجة بلقب أفضل معلم في العالم لسنة 2020. نحب نشكر رئاسة الحكومة على هذه اللفتة الكريمة اللي تعنيني أنا شخصيا وتعني كل قطاع التربية. أنا توجت بمشروع للقصة الرقمية وهو بعنوان تلاميذ العالم يطالعون. حبيت مشروع هذا ننشر رؤية تونسية لكل مدارس العالم عبر هذه المسابقة، والحمد لله وفقت مع صديقتي هاجر أنه نوصل راية تونس على. ونحب نجدد شكري لرئاسة الحكومة وإلى وزير التربية سيد فتحي السلاوتي.